السلام عليكم ورحمة الله، معكم مصطفى أمان. استكمالا لحديثنا عن كاميرات هيكفيجن وأجهزة ان في ار هيكفيجن، النهاردة هنتعلم ازاي نعرض او نشاهد الكاميرات من خلال الموبايل. لكن قبل ما نشاهد الشرح، الاول علينا ان احنا نجاوب على سؤال او نحدد أمر مهم، وهو أنت عايز تشوف الكاميرات من أي مكان، ولا أنت عايز تشوف الكاميرات من المكان اللي موجودة فيه الكاميرات أو المكان المتركبة فيه الكاميرات بس. بمعنى أوضح، لو أنك قمت بتركيب كاميرات في بيتك وتريد أثناء وجودك بالعمل أو أثناء سفرك إنك تشاهد كاميرات البيت، فلو كانت الإجابة بنعم، ففي الحالة دي أنت مطالب إنك تشترك في خدمة ستاتيك أي بي من مزود خدمة الإنترنت. علشان يديلك اي بي ثابت تضيفه في جهاز الـ MVR علشان تقدر توصله من اي مكان. ولو مش عندك جهاز MVR وعندك الكاميرات، تقدر برضو تضيف الاي بي الاستاتيك للكاميرا. لكن انتبه ان جهاز الـ MVR بيحتاج اي بي ستاتيك واحد بس علشان يعرض لك كل الكاميرات المتوصلة عليه، حتى لو كانوا 16 كاميرا. لكن لو مش عندك جهاز الـ MVR وعايز تشوف كل الكاميرات اللي عندك من أي مكان، فأنت محتاج تشترك على خدمة Static IP بعدد الكاميرات اللي عندك. فلو كان عندك 16 كاميرا مثلا، فأنت محتاج تشترك على 16 Static IP. أما لو كانت إجابتك إنك هتشوف الكاميرات من نفس المكان المتركبة فيه فقط ومش محتاج تشوفها من أي مكان تاني، فأنت مش محتاج أي static IP وهتستخدم الـ IP local بس. طبعا أنا هشرح بطريقة الـ local IP، ولو أنت عايز تستخدم طريقة الـ static IP هي نفس الخطوات، بس هتكتب الـ static IP بدل الـ local IP. فتعالوا بينا نشوف طريقة مشاهدة الكاميرات من الموبايل. هنفتح التليفون بتاعنا، وندخل على متجر جوجل بلاي، هنكتب IVMS 4500. هنختار تثبيت، بعد كده هندوس فتح. هل تريد سماح تطبيق IVMS بإجراء مكالمته ولا لا؟ هل تريد السماح للتطبيق بالوصول إلى الصور أو لو سمح؟ بيسألنا على الريجن، هنختار أفريكا، ومن أفريكا هنختار إيجيبت. طبعا أنت هتختار الريجن اللي أنت تابع ليه والدولة بعد كده اللي أنت تابع ليها. Enter. هنا من الثلاث شرط اللي فوق دول هنختار منها
devices هنقول له confirm عايزين ندلت الحاجة ديت، هندوس add وهنختار manual add، manual add أو manual adding. من الخانة اللي اسمها register mode هندوس عليها، هنختار منها IP domain. في الادرس هنكتب الاي بي بتاع الكاميرا بتاعنا 192.168.1.64 ايا كان بقى الاي بي الكاميرا عندك واخداه، وهنسيب البورت زي ما هو. ومن اليوزر نيم هنكتب اليوزر بتاع الكاميرا اللي هو كنا عاملينه ادمن، وفي الباسورد هنكتب الباسورد اللي كنا عاملينها للكاميرا. بعد كده هندوس على الدايرة وعليها حرف ال A ديت كده، هو ضاف لنا الكاميرا. نرجع باك لايف فيو، هنلاقي الكاميرا بتاعتنا معروضة على الموبايل. وبكده نكون انتهينا من عرض الكاميرا على الموبايل بتاعنا عن طريق استخدام برنامج IVMS 4500. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.